إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، نعيش إن شاء الله في هذا اليوم مع باب ذكر الحياء وما جاء فيه. فإذا يريد المصنف في هذا في هذه الأمسية نقرأ فيها ذكر الحياء، ذكر الحياء. فالله عز وجل يقول: الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم. فإذا لم تكن تستحي من الله، فممن ستستحي؟ والله عز وجل قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم ذكر نعم الله عليهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأين أهل الحياء؟ الذي يستحي ممن يعمل معه المعروف، فكيف بنعم الله عليك تتنزل وأنت لا تنتبه ولا تستحي من الله؟ فكان حقا على أهل الديانة والاستقامة أن يكونوا من أكثر الناس حياءً،